السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى اللهم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع لذة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل العبادات ومن أجل الأذكار ومن أفضل الأذكار التي يتقرب بها العبد إلى الله. وقفنا في المرة الماضية وقفة ندور حولها وندندن حول جميل فضائلها، واليوم ما زلنا مع تلك الوقفة مع لذة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من جميل ما يحكى أن رجلا كان يبيع طعاما، زي ما بنسميه عندنا، كان عنده عربية فول. فهذا الرجل كان يرد عليه الأغنياء والفقراء، فأما الأغنياء فكانوا يدفعون، وأما الفقراء فإذا أراد أحدهم أن يشتري فيقول له بكم، فيقول له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع له الطعام ويضع ما يصلح الطعام من سمن أو ما شابه ذلك، فيقسم من رأى ذلك بعينه أنه وجد ابن ذلك الرجل من أهل الملايين، وكل ذلك ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذا السؤال النهاردة، أنت الأسبوع اللي فات اتفرجت على الحلقة، هل زادت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلا محتاجين وقفة، يعني إذا كنت أنت تقول أنك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكم حجم صلاتك عليه؟ فعلا أنت صليت عليه النهاردة كم مرة؟ أنت بتحبه؟ المحب لمن يحب ذاكره. فإذا كنت أنت بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة اللي فاتت احنا استفضنا الكلام في حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعل لك ربع دعائي، أجعل لك ثلث دعائي، أجعل لك نصف دعائي، حتى قال له: أجعل لك دعائي كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. وده اللي كان شغلني، كان شغلني وأنا جاي، هل فعلا أنا عندي يقين؟ فأنا إذا أردت شيئا أصلي على النبي. اليقين ده موجود؟ لو فعلا اليقين ده موجود عندي،
فلن أتعلق إلا بالله، وأصلي على النبي تقربا إلى الله عز وجل وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عجيب، قال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا احنا الحلقة بتاعتنا كلها لذة الصلاة على النبي، فإياكم أن تملوا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إياكم أن تملوا من الصلاة عليه أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. يعني كأن طريق الجنة كده واضح كده، هذا الطريق ها اللي عايز يمشيه صح يصلي على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه. طيب الطريق ده كده، اللي يخطئ الطريق يبقى هيمشي كده، يبقى خطئ طريق الجنة ما مشي الصح، من سمع اسمي فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تاني احنا عايزين نحفظ الاحاديث دي لانها جميلة وسهلة وكلامها بسيط، عدد كلماتها خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخيل، وأحسبكم أنكم كلكم من الأكارم الأجاويد. قال البخيل، والله حسيبكم، قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ففي لذة، لذة وجمال فإنك أنت لما تيجي تسمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تسمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تصلي عليه، فتشعر أنك على الطريق. حديث ايه؟ خلاص يبقى على الطريق، يبقى مش محتاج ان انا ايه؟ اني اسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فاصلي. رجل رؤيت له رؤيا حسنه، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويبشره بالجنه. تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا يراها المؤمن او ترى له. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تشوف رؤيا صالحه تبشر فيها بالجنه مثلا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبشرني واياكم بكل خير. فالرؤيا انت تراها او ترى لك، يجي لك واحد يقول لك انا شفت لك والله رؤيا، شفتك انك انت بتبشر بالجنه، شفتك بصحبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. فهذا الرجل جاءته رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويبشره بالجنه مثلا يعني. فسكت الرجل وبكى وقال ما اعلم هذا الا بكثره صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انا ما البشره دي ما تجيليش، العمل اللي انا شايفه انا بعمله واني شايف ان ده كتير ومن خلاله استحق ذلك الاجر، ما هو؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا احنا عايزين تبقى حياتنا كلها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث ابي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال رغم انف، قال رغم انف. ارغام الانف دايما علامه الكبر، رفع الانف. ففي مصطلحاتنا العاميه حتى نقول ان هو حاطط مناخيره في السماء، فاعلى شيء في الانسان انفه. عشان كده اقرب ما يكون الانسان في السجود لانه بيضع اعلى ما فيه اللي هو انفه على الارض. وفي خطا كثير مننا يخطئ ان هو لا يضع انفه على الارض، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الانف في السجود ان الانسان لابد ان يضع انفه على الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرغم انف، قال ايه؟ رغم انف. رغم انف هذا دعاء بالذل، ارغام الانف يعني الذل. رجل سمع اسمي ولم يصلي علي، او الحديث كده الناس، بس عشان نبقى واحده 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 بالراحه، ركز معي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع درجات المنبر فبيقول امين امين امين، فيسأل سمعناك تقول شيئا
أو رأيناك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال وما هو؟ قال تقول آمين. قال أتاني جبريل آنفة فقال لي رغم أنف، رجل سمع اسمك فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. يبقى عشان كده لما تسمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو 100 مرة، لو 1000 مرة، لو 1000000 مرة، تقول صلى الله عليه وسلم، فلا تمل من الصلاة على النبي أبدا أبدا. كان رجل من أهل الحديث، تعرف الراجل اللي بيكتب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي يكتب إيه؟ حدثنا فلان، مثلا يجي يكتب عن الصحابي، فيكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله. كتير من الناس بتوع أهل الحديث بيكسل يكتب صلى الله عليه وسلم ويكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يكتب أن رسول الله قال. فكان رجل من أهل الحديث بشر بالخير، جاءته بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلا رآه في المنام فقال سلم لي عليه. فلما جاءته البشرى قال لا أعلم هذه البشرى إلا أني لا أمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكتب الحديث. يعني هو بيكتب حدثني أو قال أبو هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتبها كل مرة بيكتب. ما فيش بقى اللي انت عارفين عندنا اللي الكتب عاملين اختراعات جديدة، بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب لك ايه؟ صوت. صوت دي اختصار ايه؟ صلى الله عليه وسلم. فهو ما بيكتبش الاختصارات، كل مرة بيكتب ايه؟ صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب بدأت تتفلسف فتكتب لك صلعم، تكتب سين ولازقة فيها لام ولازقة فيها عين ولازقة فين، فواخد من كل كلمة أول حرف صلى الله عليه وسلم. لا احنا نكتب صلى الله عليه وسلم. الراجل ده بشر بسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لانه هو بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم، لانه يقول ما مللت، ما بيملش من كثره كتابتي. لو احنا تخيل احنا انت بتكتب كتاب حديث، فانت ممكن تكتب مثلا 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مره تكتب ايه؟ لا هو مش بيكتب بس، بيقول كمان. فدي لذه انك انت بتحبه، فوانت بتحبه اسمه بيتكتب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اهل التفسير يقول لك ان ربنا عز وجل بدا بنفسه وثنى بالملائكه، ان ربنا قال ان الله واحد وملائكته اثنين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ها رقم 3، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. احد العلماء يقول لك لما تيجي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع الكون كله من فوق لتحت، انت تحت في الارض فانت تصلي، فاذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله عز وجل وصلت عليك الملائكه، فأصبح الكون كله بيجتمع من أعاليه إلى أسافله في الصلاة على النبي. شفت الجمال ده؟ شفت الحلاوة دي؟ هي دي اللذة، إنك أنت تحس بجمال أنك تصلي على النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر، أشهرها حديث عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا. كان زمان المدينة عبارة عن أشجار، عبارة عن جناين نخل، فالجنينة لها سور. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل جنينة فيها نخل، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف راح دخل وراه. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة طويلة، سجدة طويلة أوي أوي أوي، بكل ما تتخيلون معنى كلمة أوي، مش أوي بتاعتنا أو بتاعتهم هم، يعني اصل قوي بتاعتنا دي يعني هم 3 تسبيحات، لو جاب الرابع يبقى طول. لا، السجود بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجه تانية. اللفظ ده اتكرر مرتين تقريبا، مره كده تقول عائشه رضي الله عنها
أنها استيقظت فبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فوجدته سجد سجدة طويلة حتى ظنت أنه قبض. قالت: فتحسست قدمه فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: فسجد سجدة طويلة حتى ظننت أنه قبض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته ما صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، صلى بيهم في ركعة واحدة. لو أنت حسبت إن دول حوالي 5 أجزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كل آية فيها تسبيح بيسبح، فيها دعاء بيدعي، فيها جنة بيطلب، فيها نار بيستعيذ من النار، كل آية كده، فمعنى كده قول ان الجزء هياخد ساعة، يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا حوالي 5 أجزاء، قول يعني حوالي 5 ساعات قراءة. وكان ركوعه مثل قيامه، يبقى بيركع 5 ساعات، يبقى بيرفع 5 ساعات، يبقى السجدة 5 ساعات. يبقى السجدة الطويلة دي يعني سجدة، يعني عشان بس نقول ايه مقدار السجدة. فلما رفع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلص السجدة ورفع، قال عبد الرحمن رضي الله عنه: ظننت أنك قبضت. قال: لا، ولكن أتاني جبريل فبشرني أن الله عز وجل قال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها 10. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بالخبر ده سجد سجدة طويلة. ودي فائدة ناخدها، فإذا ناخدها أن إذا بلغت بخبر طيب فلتسجد لله. الحديث كده قال رسول الله، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو مش عايزين نمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر خر ساجدا. تاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر، قالوا خبر كويس، خر ساجدا. العلماء يتكلموا يوجه العلاقة بين النعمة والسجود، بين الخبر السر والسجود، فيقولوا إيه؟ يقولوا أن الله سبحانه وتعالى إذا أحدث إليك نعمة فلا بد أن تحدث له عبادة. ثاني، أن الله إذا أحدث لك نعمة فلا بد أن تحدث له عبادة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا بشره أنه من صلى عليك صلاة صلى الله عليها بها 10 نعمة، فمقابلها يقوم يعمل إيه؟ يسجد. ربنا سبحانه وتعالى قال كده: واعملوا آل داوود شكرا. ثاني، واعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا شكر النعمة عمل. ثاني، شكر النعمة عمل. ثالث، ربنا اداك نعمة، لتشكر هذه النعمة لابد أن تعمل بهذه النعمة في شكر المنعم. يعني احنا لما نيجي نتكلم ربنا اداني نعمة، ايه هي اركان الشكر؟ 1، الاقرار بالنعمة ظاهرا وباطنا. كثير مننا في ايده نعم كتير جدا كتير، والنعمة دي على سبيل المثال زي الصحة، فهم بيقولوا كده ان الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى، وكثير منا لا يرى النعمة إلا إذا فقدها. تمام؟ فكثير مننا ما بيشوفش النعمة، ما يعرفش النعمة اللي هو فيها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من رأى مبتلى فقال الحمد لله. ليه بيقول الحمد لله؟ لأنه رأى نعمة الله عليه، الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. إذن الإقرار بالنعمة ظاهرا وباطنا. 2، نسبة النعمة إلى المنعم، إلى الله عز وجل. 3، استخدام النعمة في شكر المنعم.
يبقى ربنا لما من على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى عليك صلاة صلى الله بها عليه 10 سجد وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه 10 درجات. ركز معي حضرتك قاعد، فقلت ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلي كم مرة؟ مرة. كم يصلي عليك الله؟ 10. تاني، انت صليت على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة. طيب ايه المقابل؟ ان الله يصلي عليك 10 مرات. كتير مننا بيستثقل الصيغة دي، بيستثقل، فيجي يقول لك ايه، ما يحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الجمعة لما نيجي نتكلم على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكله يجي يقول لك ايه: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مع ان العلماء متفقين ان افضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النصف الثاني من التشهد، اللي هي احنا قلناها من شوية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي طويلة أوي يا عم الشيخ، وأنا هقعد أقول كل ده؟ يا عم ما كله بأجره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر نصبك. تاني حاجة إحنا عشان مش متعودين عليها فهي تقيلة علينا شوية، بمجرد التعود خلاص. حضرتك اتعودت انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، بعد فترة يعني يوم او اتنين فاعتادها لسانك اصبحت سهلة، زي الاستغفار. كلنا لما نيجي نكد نحب نستغفر شوية فنقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الاستغفار بالصيغة دي صح، ما حدش هيقول لك لا، لكن اصح صيغ الاستغفار ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول رب اغفر لي بس، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، وفي روايه ثانيه: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. وافضل صيغ الاستغفار اللي احنا ما بنقولهاش خالص، اللي هي: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. انا هقول ده كله، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي سماه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار انت لما تيجي تقوله، لو 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 لو, لو حط الف لو، لو كان من قلبك وتقول: اللهم اني عبدك وابن عبدك. لما تيجي تقول كده في سيد الاستغفار، نسيتوني سيد الاستغفار. لما تيجي تقول كده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا جماعة في فرق كبير من الكلام يطلع من هنا وكلام يطلع من هنا، في فرق كبير ان انا ابقى فاهم يعني ايه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، انت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فانت تدعو للنبي. الله، انا ادعو للنبي؟ اهو اللي امرني بكده. اما تيجي تمسك مواطن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، حضرتك وانت داخل المسجد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت خارج من المسجد بعد الاذان بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الاخير بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير. اما نيجي نمسك نتتبع المواطن، حوالي اكثر من 30 موطن بيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد الدعاء.
كتير كتير قوي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده انت مأمور انك انت تقول اللهم صل، فانت تدعو للنبي. تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ كأنك تدعو كما امرك، اللهم آتي محمدا، اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة، ادعوا لي ان ربنا يبلغني الوسيلة، فإنها مرتبة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأتمنى أن أكون أنا. يبقى احنا بنقول اللهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. اللهم صل، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاماكن. طيب ده دعائي عليه. طب ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي، كيف يصلي الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاه الله على على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملأ الاعلى. ان ربنا سبحانه وتعالى يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى اللي هم افضل الملائكه. يثني على الله، يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى عند الملائكه الكرام. يبقى انا لما اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله له ان يبلغه الوسيله، اللهم صل على محمد. طيب اذا انا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يصلي علي. صلاة الله على العبد مغفرة ورحمة كما قال أبو العالي والقول في البخاري. يبقى صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت بتدعي أن ربنا يبلغ المقام المحمود أو يبلغ الوسيل أو يبلغ أعلى المراتب وأشرف المناصب، يبلغ أعلى المكانات أو أعلى الأماكن. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، اللي يحصل فإن الله يصلي عليك عشرة. يصلي عليك عشرة، يبقى الرحمات والمغفرة تتنزل عليك. تاني، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات. يبقى تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يصلي عليك عشر صلوات. عشر صلوات، يبقى صلاة الله على العبد مغفرة ورحمة، وصلاة الملائكة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه. يبقى صلاة العبد وصلاة الملائكة وصلاة الله. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه، صلاة الله على العبد مغفرة ورحمة، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه ودعاء له بالرفعة، صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالرفعة والمقام المحمود. جميل جميل. فلذت انك انت قاعد مجلس كده، قاعد لا تفعل شيئا الا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. حقهم علينا، حقهم علينا، اختلفوا في الال، فقال الال اللي هم الاقارب، وقالوا الال اللي هم الاتباع، وقالوا الال اللي هم الاصحاب. ماشي، فانت تصلي عليهم تدعو لهم ان يرفع الله مقامهم، والبركة الزيادة، اللهم بارك على محمد وعلى، تبارك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد أتباعه، وعلى آل محمد فيزيدون. فتقول اللهم صل على محمد. اللذة وجمال أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأذني قلبك تسمع الله يصلي عليك بأذني قلبك، تستشعر جمال ولذة وحلاوة أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليك.
تاني تستشعر لذة وجمال وحلاوة وطلاوة وطراوة أنه إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك. أحيانا المشاعر دي ما تنفعش تتوصف، ولكن أحيانا بتبقى فيه لذات إيمانية تستشعر منها حلاوة وجمال الذكر، فتشعر كأنك تطير، كأنك إيه؟ تطير، إلا تحس إنك أنت مش عايش في الأرض، ولكن المعنى ما توصفش. الراجل إيه؟ قال لو أن أهل الجنة على ما نحن فيه، إن أهل الجنة لفي عيش طيب. الراجل جات له حلاوة ذكر، حلاوة عبادة، عاش مع لذة عبادة، فبيقول لك من جمال العبادة ومن حلاوة الرضا ومن الثقة بالله واليقين في الله، فعايش معنى إيماني عالي قوي. مش قضية أكل ولا شرب ولا قضية لبس ولا قضية شهوة ولا قضية حاجة خالص، ده هو جمال إيماني يخليه مش عايش مع البشر، عايش في حاجة تانية خالص، عايش في حلاوة إيمانية عالية جدا، عالية عالية بشكل غير عادي، لدرجة إنه توصل بيه يقول لك إيه؟ لو أن أهل الجنة على ما نحن فيه، إن أهل الجنة لفي عيش طيب. لو الأهل الجنة عايشين في حلاوة الصلاة على النبي اللي إحنا عايشين فيها ومستمتعين بيها، وأنت تصلي على النبي فمستمتع بجمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذة صلاة الله عليك، اللذة دي الجمال ده يخليك تقول لو أن أهل الجنة على أنا ما فيه لكانوا في عيش طيب. عشان كده شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيقول كلمة جميلة أوي أوي أوي، بيقول إيه؟ بيقول عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة، في جنة في الدنيا؟ آه في جنة. قال من لم يدخلها، لم يدخل جنة الدنيا، لن يدخل جنة الآخرة. اسمع تاني وركز، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال ذكر الله. فذكر الله جنة، إنك أنت تعيش مع معنى جميل، إنك أنت تيجي عشان تذكر الله تقوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم يصلي الله عليك، والملائكة تصلي، فيتفق أهل الأرض والسماء على عبادة واحدة. شوف الجمال بتاع الاتفاق ده، أهل الجنة لو كانوا في العيشة دي تبقى عيشتهم حلوة، تبقى جميلة. فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فيصلي الله عليك 10 صلوات تثني على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو له أن يرفع الله مقامك، فربنا سبحانه وتعالى عشان يرفع مقامك يقوم يغفر لك ويرحمك، يقوم يصلي عليك 10 صلوات. دي واحدة، دي واحد. خد التانية الأجمل، مش الأجمل، خد التانية، وكلهم أجمل من بعض. خد التانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. هلا أمال أنت قلت لنا قل إنما أنا بشر مثلكم، وربنا قال إنك ميت، وربنا قال لو جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أنت مش هتموت يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ قال ما من عبد يصلي علي إلا تبلغني صلاته. فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تبلغك وقد أرمت؟ وقد أرمت، أرمت يعني الأرض هتأكل جسدك. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
يبقى انت لما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بتاعتك تبلغ. الله، طب هو ميت، هتبلغ صلاتي ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر، قال: ان الله وكل ملكا معه اسماء بني ادم، مع دفتر فيه اسماء بني ادم، فكلما سلم علي انسان قال الملك ان فلانا ابن فلان يسلم عليك. يبقى بص للجمال ده، انك انت تصلي وتسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم رب العزة عز وجل يصلي عليك 10 صلوات. 2، انت تصلي وتسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ملك يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ايه؟ ملك يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان يسلم عليك. يبقى انت واحد، ودي اهم حاجه في الموضوع، ان انت واحد اشتغلت، ان انت صليت، ما تقعدش ساكت. تقعد ساكت ليه؟ الحديث كده: اشد ما يتحسر عليه اهل الجنه ساعه مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. فوانت قاعد كده صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي يا عم صلى الله عليه وسلم، انت يا حجه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت رايح الشغل نازل على السلم صلي، رايح تركب الميكروباص صلي، قاعد في الميكروباص صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت للشغل لحد ما تطلع من المكتب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد على المكتب ما تعملش حاجه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت يا حجه وانت قاعده عماله تعمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بداخل المطبخ بتجهز الطبق، وانت واقفه عند الغساله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت واقفه تجهز الاكل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتروقي الشقه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بحيث ان كله يتفق على نغمه واحده: اللهم صلي على محمد. ايه رايك لو الكون كله، كل المسلمين اصبحوا يصلوا على النبي، زي ما حكينا كده، الست راحه للراجل بتاع الفول، ها عايزه بكام يا حاجه؟ بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يروح مليلها الاروانه ولا مليلها الطبق بتاعها، و كل اللي عنده كرب وكله عنده هم. قصه كده، احنا حكينا القصه بتاع العربيه، القصه النهارده ان رجلا كان محبوسا، الراجل ده كان محبوس مسجون وما كانش عنده أمل في الخروج خالص. في بعض المساجين كده بقاش عندهم أمل في الخروج خالص، الدنيا مش واضحة المعالم معاه، وبرضه كانت الدنيا في 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 نوع من أنواع إن هو خلاص مش خارج. فالراجل ده يئس في يوم وقال لك: أنا شكلي مش عايز أخرج، فطب أعمل حل إيه؟ راح قاعد وشه في الحيطة، وظل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من العصر حتى قبيل الفجر. قبيل الفجر فوق الباب يخبط: فلان، نعم، روح. مع ان دي اخر حاجة ممكن كان يتخيلها في حياته. فعشان كده لا تترك الصلاة على النبي، لذة انك انت تقول اللهم صلي على محمد، يوم ربنا عز وجل يصلي عليك والملائكة توافقك، وملك يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان يسلم عليه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يحيي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياة خاصة في قبره عشان يسمع اسمك. اسمك ايه؟ اسمه فلان ابن فلان، اسمه طه ابن حسين. يقوم الملك يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايش في قبر، النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ولكن يبعثه الله حياة مخصوصة عشان يسمع اسم الملك ويموت تاني. فالملك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحى عشان يقول له ايه؟ طه ابن حسين يصلي عليه. طيب هو انا لازم اروح قدام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقول له اللهم صل وسلم؟ لا، وانت هنا صلاتكم تبلغني في اي مكان. جميل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه عندنا شوية كلام عايزين نقولهم، فنخليهم لحد الحلقة الجاية، لأن الوقت اتسرق مننا بسرعة. مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنا وقفة مرة أخرى مع الصلاة على النبي، ولكن جمال أنك تصلي فيصلي الله عليك، الملائكة توافقك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع اسمك. جميل أوي، إياك أن تدعوها. وصيتنا لحد الأسبوع الجاي، عايزين آلاف مؤلفة من الصلاة على النبي، عايزين كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين كلنا اسمنا يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين كلنا
ربنا عز وجل يصلي علينا آلاف الصلوات. كنت بكتب لهم كلمة كده، فبكتب هل صلى الله عليك اليوم؟ ما أنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عليك؟ فاكتب كده شعار الله سيصلي عليه اليوم وتكثر من الصلاة على النبي. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى لقاء آخر، قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Mm-hmm.